بعد ما طلع اول جزء من الكوميكس بوك اللي هو الخاص بثور وخاص بالجلاكتوس، هدول يا شباب القصة اللي هي اللي حتبلش معنا في فورتنايت. حاليا بدي اقولكم على الكوميكس بوك الجزء الثاني نزل معنا في فورتنايت، وبنهايته بدي احكي لكم على شغلة اللي هي فعلا اللي حتقنعنا انه هاي الماب رح تتدمر ورح تتغير خلال هذا الشابتر او خلال هاي الفترة بهذا السيزون. فلا والله بسكان الطاولة الارضية وفيديو جديد. قبل ما بلش المقطع تبعي بتمنى لو انت اول مره عندي تشاهد الفيديو على القناه لايك سبسكرايب على القصص الحلوه. طبعا هدول التسريبات يا شباب رح يكونوا حرق للاحداث، ومو رح يكونوا حرق كامل، رح يكونوا عم يوضحوا لنا بعض الاحداث الخاصه اللي قادمه معنا. هلا احنا حاليا عرفنا انه مارفل قادم معنا والسكنات مارفل قادم معنا، ورح يكون معنا كثير شغلات من عالم مارفل مثل ثور مثل جلاكتوس ومثل هذا سكن الشجره، ورح يكون معنا كثير اشياء بالنسبه للسيزون الجديد. ولكن انا رح احكي لكم القصه مشان تفهموا انه احنا بدايتنا انه سيزون 4، مشان تفهموا القصه الجديده اللي قادمه معنا، لانه سيزون 4 رح يبلش معنا قصه الماب الجديده وقصه الشابتر 2 فعليا. يعني رح ننسى مثلا موضوع مايدس وموضوع جوست وشادو والقصص هي، رح نركز بهي الاشياء. مبدئيا يا شباب الريفت اللي هي باعلى منطقه الاثوريتي ومنطقه كيتي حاليا موجوده وبتسمع من خلالها صوت مثل خلال الثقب الاسود ايام زمان وقت قلبنا من الشابتر اول للشابتر 2، نفس الصوت بتسمع لو انت فعلا طلعت وحطيت الاين تبعك على الريفت رح تسمع صوت غريب جدا. فانت انزل على الماب، انا ما رح احرق لك الصوت، انزل على الماب انت وروح لهنيك، حط ايمك على الصوت او حط ايمك على الريفت اللي هي بالسما فوق منطقه الاثوريتي، وراح تسمع صوت شبيه جدا بصوت البلاك هول او الثقب الاسود اللي كان وقت قلبنا من الشابتر الاول للشابتر 2. ولكن حاليا خلينا نفوت على بطاقه المعركه او قائمه الباتل باس، انا قالبها عربي مشان تطلع معنا الكوميكس بوك اللي هي ظاهره امامكم بالعربي. نحن هلا خلصنا هون الجزء الاول، هذا الجزء الاول كامل، وبعد ما عرفنا انه هو ثور اتوج عواد ابوه بعد ما ابوه مات بمملكه اذاغورد وهي القصص هي كلياتها. والشيء الوحيد اللي احنا فهمناه من هاي القصه انه جلاكتوس اللي هو هاد بده يحاول يحمي العوالم تبعه، هذا يا شباب عباره عن شخصيه بيلتهم كواكب والقصص هي، هذا انا رح احكي لكم اياها بنهايه هذا الفيديو، رح احكي لكم القصه تبع هذا الشخص اللي هو جلاكتوس ومع ثور وشو رح يصير وشو اللي خلانا نوثق انه نحن الماب رح تتدمر ورح تتغير خلال الفترة القادمة اللي هي خلال السيزونات او خلال الشابتر الجديد. خلينا هلا مع بعض نقلب. هلا هون طبعا انهم شافوا الريفت، شافوا شيء متوهج لونه ازرق وفاتوا عليها وقال له هذا جلاكتوس اني لازم التهمه. هلا انتم بتعرفوا شو معنات كلمة التهمه او اكله يعني بشكل عام بالنسبة لهذا الريفت وليش هو هيك جلاكتوس بياكل كتير شغلات يعني. هلا هو شافوا الريفت وراح انصرع عليه هذا جلاكتوس وقال لك انا رايح اكلها ومدري شو. أما هذا ثور من كتر ما هو انه منيح ومنيح وبن حلال وطيب على الاساس يعني بده يروح يحميهم وما بده جلاكتوس ياكل هذا الريفت او ياكل اللي داخل الريفت. داخل الريفت وين يا شباب؟ مثل ما حكيت لكم انا بالكوميكس بوك الاول، ولما شافوا الريفت انجذبوا له، هذا انا اللي فهمته، فهن فاتوا بالريفت واجوا لعنه، لانه في ريفت فوق منطقة كيتي كورنر، هذا الريفت هن اللي حيجوا فيه ايام الموسم الرابع، انه هو اللي حيكون داخل لعبة فورتنايت، وفعلا فاتوا على الريفت طلعوا بجزيرة فورتنايت مثل ما حكيت لكم بالضبط. مثل مظهر امامكم هذا هو ثور طالع من الريفت وطالع من السما الزرقاء تبع فورتنايت اللي احنا تعودنا عليهم. هو لغته على فكرة ثور غريبة عن لغة فورتنايت، لانه لاعبين فورتنايت او الشخصيات تبع فورتنايت ما بيقدروا يحكوا مشان تعرفوا هاي المعلومة. ظهر ثور من هذا الريفت وطلع على الجزيرة. هلا هون بقى انا رح اقرا على الصامت لانه انا القراية تبعي بالفصحى كثير ثقيلة، هلا رح اقرا على الصامت فانت اقرا معي مشان تفهموا القصة بعد ما اخلص. طبعا الشيء الوحيد اللي احنا فهمناه انه هو ثور نزل من الريفت
وفي شيء عم يجذبه على الخريطة، هو جاي يحمي الخريطة مو جاي يأذيها أبدا لخريطة فورتنايت للشابتر 2. ولكن طبعا تبعات فورتنايت أو لاعبين فورتنايت، شخصيات فورتنايت بشكل عام ما بتحكي أبدا. وما في غير ستيف اللي هو طبعا اللي هو ضربه لثور بالشوتجن أو بالتكتيكال شوتجن، قتله ضربه فيه يعني، وطبعا ما بيموت يعني ما بيتأثر هذا ثور، ولكن ضربه فيه وأثر عليه. والأصوات اللي مكتوبة اللي هي التنهيد وما تنهيد وفم وما فم والقصص هي كلها تأثيرات الشخصيات. مثلا مثل كيتي بيطلع صوت، ومثل القطة تبع هذا اللي سكن، القطة تبع سيزون 6 او سيزون 7 تقريبا بيطلع كمان صوت هيك تنياي وهيك القصص هي. تمام يعني ما في اي حكي بالنسبة من شخصيات فورتنايت، ما بيحكوا ابدا شخصيات فورتنايت، وان مكملين على اساس هيك شركة ايبك جيمز وفورتنايت مكملة على اساس انه الشخصيات ما بتحكي بنوب ولا رح يخلوها تحكي بحياتها للشخصيات. طبعا هو ثور عم يقول له انه انا بحميكم وما بحميكم القصص هي، ولكن بعد منه كتب ويتبع. بعد ما كتب ويتبع يعني لحد الان ما في شيء معروف بالنسبة ليتبع شو رح يصير، وين راح هداك جلاكتوس اللي هو حياكل الماب او حياكل الطاقة تبعه. فلا انا بحكيكم القصة اللي حتصير بعد يتبع. انا طبعا معلم انا دغري بحرق لكم يعني، ما في انا ما عندي وقت ابدا دغري بحرق. طبعا يا شباب بالنسبة للحرق، الحرق اللي حيكون بالنسبة للقصة الجاية او الشيء القادم معنا على لعبة فورتنايت. يا شباب جلاكتوس هذا عبارة عن شخصية بيلتهم عوالم او بيقدر يرتهم كواكب، يعني بيقدر ياكل كوكب كامل وياخذ طاقته. فمهمته كانت هي وثور انه هن يحموا الكوكب او يحموا بعض الكواكب، هيك هي كانت شغلته. ولكن بعد ما ثور مات ابوه اتوج هو على العرش، وجلاكتوس رجع على منطقه اذغارد اللي هي المدينه تبعهم او الكوكب تبعهم يعني، رجع لعنده وقال له انه الشتاء حيحل ومدري شو. طبعا هاد شفناه بالجزء الاول من الكوميكس. بعد منه بعد ما قال له انه الشتاء حيحل وهيك ولازمنا طاقه ولازم نحن طاقه مشان نحامي اذغارد او نحمي عليها، قال له انه نحن رح نمشي، ومشوا بالفضاء فعلا بالجزء الاول. ولما راحوا شافوا الريفت بقى انجذبوا له، هذا كله حكيناه. نزل باب الريفت اذغارد ولحقوا بقى مين؟ ثور. اذغارد لحد هلا بالجزء الثاني من الكوميكس بوك مو ظاهر معنا. ولكن بعد ما نزلوا يا شباب هلا شو رح يصير؟ رح يصير انه مهمة اذغارد اللي هو الشخصية الثانية مو ثور، الشخصية الثانية اللي هي رح تكون شبيهة بشخصية فيزيتور اللي هي رح تكون الشخصية الشريرة الشابتر 2 تقريبا، مثل ما توضح لنا انه هي الشخصية الشريرة من الكوميكس بوك الاجنبي الامريكي تبع مارفل او قصص، اللي بيتابع هالقصص هي بيفهم بهذا الموضوع. رح ينزل يلتهم كوكب فورتنايت لانه في طاقة. طبعا كلياتنا بنعرف ايام الكيوبس المكعب والزيرو بوينت والقصص هي، طبعا كوكب فورتنايت او يعني مثل ما بيشبهوه هن جزيرة فورتنايت فيها طاقة عالية جدا وفيها كتير اشياء لازم يعني هن يجيبوها منه. فهو طبعا اذا غورت نزل على كوكب فورتنايت عن خلال الريفت مشان يلتهم الكوكب ويخلص الخريطة كلياتها مشان ياخد الطاقة تبعه ويرجعوا لوين يا حذركم، يرجعوا على اذغارد المدينة تبعه. هلا في عنا احد الخيارين، الخيار الاول اللي هو رح تدمر خريطة فورتنايت اللي هي حاليا بالشابتر 2 رح تتغير وتتدمر على الاخر لو اذغارد قدر، او طبعا ان اللي حيمطلوا بقصة شركة ايبك جيم ولح يطولوها مثلا هيك لنهاية هذا الشابتر للسيزون 10، وبعد منه بقى يظهر اذغارد مرة تانية ويظهر مدري شو يظهر مدري شو، مثل ايام فيزيتور وقت ظهر معنا بالسيزون 4 ورد ظهر معنا بالسيزون 10 وقت نهاية القصة. الموضوع بسيط يعني، شركة ايبك جيمز تقدر تعمل كل شيء. هي بالنسبة لقصة فورتنايت يا شباب حاليا معنا والكوميكس بوك، انا قلت لكم شو حيصير لقدام، وهذا الكلام طبعا انتو لازم تتذكروه كتير لانه فعلا اللي حيصير معنا ولح يلتهموا الكوكب ولح تدمر الخريطة. اتمنى تكونوا استمتعتوا وعرفتوا بعض المعلومات. كود دعم بالاتم شوب لمدة ساعة واشتراك تفعيل زر الجرس. شكرا لكم وعلى الدعم الخرافي يا شباب، وبرعاية الله.